أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح